إذن المعوقات الأربعة، أول شيء الشيطان، وهذا أكبر معوق عن علو الهمة. تعطي مالك يا أخي، ليش هما ما يجمعوا مال؟ تدخل نفسك في الخطر وتتكلم فيما يعنيك، ليش هما يتضاربون؟ أنت جعلك الله وكيل على 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 خلق الله، يأتيك الشيطان بكل حيلة عشان ما تعمل الخير. فإن عملت الخير يحاول أن يدخل لك الرياء. ما شاء الله ما شاء الله، اسمعوا كلامه جميل، ما شاء الله يدخل لك الرياء. فإن لم يستطع أن يدخل لك الرياء يثبطك عن العمل. يقول لك أنت الآن ليش تحاول أن تعمل جدول لحفظ القرآن؟ ليش تعمل عمره الأسبوع هذا؟ خلي حتى الجو يعتدي، أو حتى تقضي تأتي الإجازة يثبطك، أو يأتي رمضان يثبطك. فإن لم يثبطك ولم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل. إذا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. حتى قال الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعه إلا فريقا من المؤمنين. ثاني شيء النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. لازم ترضي الأولاد، لازم ترضي الزوجة، لازم. ليش أنت تشدد على أولادك يا أخي؟ والله غفور رحيم، جيب لهم طبق من هذه الأطباق التي تأتي بألف قناة، وهذه الأطباق تأتي بشيء إذا رآه الشيطان يقول لأصحابها اتقوا الله، هم يدرسون الشيطان، يأتوا بأشياء لا تخطر لك على بال. مات النفس، ولذلك النفس تقهر بالشر، تأطرها عن الحق أطر كما قال أبو بكر. النقطة الثالثة الدنيا، يتعلق قلب الإنسان بالدنيا فيسرق ويرابي ويظلم الأيتام والجيران، وأنت لا يأتيك من المال إلا ما كتب الله لك، فينبغي أن تتقي الله وتأخذ المال من حله. النقطة الرابعة شياطين الإنس والجن، كل شياطين الإنس يغر صدرك على إخوانك ويوشولك حتى تقطع رحمك وتقطع أصدقائك وتتكلم بما لا ينبغي. إذن الشيطان والنفس والمال والناس، هذه الأربعة هي المعوقات عن علو الهمة، وتكابد بالنصوص الموجودة فيها. وفي الختام، ينبغي لنا أن نكرم الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. هذا هو علو الهمة.